السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، ويا ريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، ويا ريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا لايك وتعليق أسفل الفيديو. ويلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مكملين مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس سلسلة بنتعلم فيها حل الأسئلة بكلمة واحدة أو بكلمتين. السلسلة دي بتهم في المقام الأول الناس اللي ما عندهاش لغة. لو ما عندكش لغة ما تخافش، لو ما عندكش وقت تذاكر ما تخافش، لو عاوز المعلومة من الآخر تبقى السلسلة دي بتهمك انت بالتحديد. معانا النهاردة إشارة من الباب التاسع، نشوف مع بعضنا كده إشارتنا النهاردة وإزاي نقدر نحل الأسئلة اللي ممكن تجينا عليها بكلمة واحدة أو بكلمتين. النهاردة معانا سمافوركا فيكولاري نورمالي، إشارة ضوئية مخصصة للعربية، سمافرو نورمالي إشارة عادية خالص نهائي. النهاردة نتكلم على الجزء الأول فيها اللي هو لوتشا جلا لامبيجانتي. لوتشا جلا لامبيجانتي اللي هي بتساوي سمافرو سبينتو أو السمافرو جواستو. الضوء الأصفر الوامض يعني الإشارة الضوئية مش شغالة أو مطفئة. يبقى ممكن يجيب لي مرة يقول لي لوتشا جلا لامبيجانتي، ومرة يقول لي السمافرو سبينتو، ومرة يقول لي السمافرو جواستو، ومرة ما يذكرليش أي حاجة خالص. دول كلهم النهاردة هنتعلم إزاي نحل كل الأسئلة اللي ممكن تجيلك على سمافرو فيكولاري نورمالي أو لوتشا جالا لامبيجانتي أو لوتشا سبينتا أو سمافرو جواستو. النهاردة هنحلهم بالكلمات التالية. كلمة سبينت، كلمة سبينت اللي هو مغلق أو مقفول. لوتشا جالا لامبيجانتي بتساوي سبينت، سمافرو مقفول، يبقى شفت كلمة سبينتو تبقى فيرو في كل الأسئلة. لوتشا جالا لامبيجانتي، سمافرو سبينتو، سمافرو جواستو، أنا بعبر التقاطع بس مع توخي الحذر، كلمة برودنسا يعني حذر، يبقى ناخد حذرنا. طيب الإشارة دهيت بتبقى متواجدة فين؟ الإشارة ديت بتبقى متواجدة ديل نورم نيلون كروتشو، في تشينو لون كروتشو، يبقى جنب التقاطعات، يبقى كلمة نورم عند أو في العادة بتبقى موجودة عند التقاطعات، كلمة نورم في العادة يبقى هقول له فيرو. الكلمة الأخرانية كلمة لومونوزو، ده اسمها إشارة ضوئية أو سينيالي لومونوزو، إشارة ضوئية، يبقى كلمة لومونوزو، ولكن لومونوزو لو جه معاها كلمة نون تبقى فالسو. ليمونوزو الوحيدة من غير نون تبقى فيرو، جيت معاها كلمة نون تبقى فالسو. طب ما تيجي أحسن ندخل على الأسئلة ونطبق الكلام ده في حل الأسئلة، نشوف مع بعضنا كده السؤال بيجي لي إزاي وإزاي أقدر أطبق الكلام ده. أول حاجة بنعملها بنحدد الإشارة لونها إيه؟ جلا لامبيجانتي، جلا لامبيجانتي، يبقى أنت عايز كلمة سبينتا، موجودة كلمة سبينتا، أقول له فيرو اللي هي بتساوي سبينتا. اتنين الإشارة لونها إيه؟ جلا لامبيجانت وامضة، يبقى أنا عايز برودنسا، أخد حذري كلمة برودنسا هي أقول له فيرو. طيب رقم ثلاثة الإشارة بيتكلم على إيه؟ السمافرو سبينتو، كلمة السمافرو سبينتو أو كواندو سبينتو يعني بالظبط اللي هي لوتشا جلا لامبيجانتي هي هي، يبقى برضه عايز كلمة برودنسا حذر يبقى فيرو. أربعة شوفي السمافرو بيتكلم على إيه؟ سمافرو جواستو، السمافرو عطلان مش شغال، يبقى أنت برضو بتساوي كلمة لامبيجانتي أو جواستو أو سبينتو زي بعضهم، يبقى أنت عايز كلمة برودنسا وكلمة سبينتا، أنا عندي كلمة برودنسا أقول له فيرو. خمسة نشوف مع بعضنا الإشارة بيقول لي إيه؟ سينيالي لومونوزو، بيتكلم على السمافرو عامة ملكش دعوة بالضوء أيا كان الضوء، ده اسمه سينيالي لومونوزو، طالما سينيالي لومونوزو كلمة لومونوزو ضوئي هقول له فيرو. يبقى الكلمة اللي بعد كده كلمة لومونوزو ضوئي أقول له فيرو. رقم ستة الإشارة هي ما جابليش سيرة أي ضوء، في العادة في الطبيعي بتبقى موجودة فين السمافر ده؟ في تشينو أو دي النورم نيلون كروتش، يبقى كلمة نورما في العادة جنب التقاطعات يبقى كلمة نورما هقول له فيرو.
7 الإشارة ديت برضو نشوف لون الضوء إيه، مش موجود في العادة السمافرو ده سواء كان أحمر أو أخضر أو أصفر، وظيفته إيه؟ بينظم حركة السير، يبقى هنا كلمة نورما في العادة برضو هي تقول له فيرو. 8 ندور مع بعض كده على كلمة من الكلمات ديت مش موجودة نقول له فالسو. 9 أدور على كلمة من الكلمات ديت مش موجودة أقول له فالسو. 10 دور معايا على كلمة سبينتا أو كلمة برودنسا أو نورما أو لومونوزو مش موجودة أقول له فالسو. 11 أدور برضو على كلمة من الكلمات ديت معايا سبينتا برودنسا لومونوزو نورما مش موجودة أقول له فالسو. 12 أبص ألاقي كلمة ليمونوزا موجودة معايا هيت بس معاها كلمة إيه؟ نون. ليمونوزا الوحيدة هتبقى فيرو، لو جت معاها كلمة نون تبقى فالسو. يبقى ده الحالة الوحيدة اللي فيها كلمة ليمونوزا بس فالسو لأن معاها كلمة نون. 13 ندور نشوف على كلمة من الكلمات سبينتا برودنسا ليمونوزو نورما مش موجودة قول له فالسو. 14 ندور معايا برضو على كلمة من الكلمات ديت برضو هنا أقول له فالسو. هنا بيتكلم على لوتشا جالا فيسا اتشيندي انسيما كون الروسا اقول له فالسو. 15 السمافرو انفجورا برضو هنا ادور على كلمه من الكلمات ديت مش موجوده اقول له فالسو. كده احنا حلينا كام سؤال؟ حلينا 15 سؤال اللي هم كل الاسئله اللي ممكن تجي لك على لوتشا لامبيجانتي او لوتشا جالا لامبيجانتي او السمافرو جواستو او السمافرو اسبنتو، الثلاثه زي بعضهم حلناهم بالكلمات التاليه اسبنتا مغلقه، برودنسا الحذر، نورما في العاده او في الطبيعي، لومونوزو اشاره ضوئيه من غير كلمه نون. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعه، وحتى نلقاكم في درس جديد لكم مني اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.